طيب نروح للدكتور عمرو عبد لطيف. اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ يا مساء بيك. مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيليه. اولا خلينا نتكلم على اللوحات يا فندم، هذه النوعيه من اللوحات اللي تم يعني عرضها النهارده واللي وجدت داخل هذه الشقه في الزمالك، هم عدد كبير جدا من اللوحات ولكن بنعرض بعض من هذه اللوحات، قيمتها الفنيه قيمتها التاريخيه ايه هذه اللوحات؟ هو طبعا حضرتك اللي انا شايفه في الصور ان في بعض اللوحات ليها قيمه تاريخيه وفنيه عاليه، تمام؟ وفي منها يصلح ان هو يعرض كعمل متحفي للحرج. ده راي استرشادي يعني انا بقوله بصفتي متخصص يعني. واخد بال حضرتك؟ لا يعني اللوحات اللي قدامنا دي حضرتك بتقول لي لوحات ذات قيمه عاليه. ايوه طبعا. قيمة تاريخية فنية وتاريخية. طبعا يعني طالما عدى عليها فترة من الزمن، في منهم ممكن تلاقي قرن 17. معظم الأعمال اللي أنا شايفها هتحرف قرن 18 19 أوائل 20. يعني واخد بالحركة. حاجات معنى كده. أيوه معنى كده إن حضرتك إن القرن 19 أو أوائل القرن 20 يعني دي ليها قيمة أوريدي يعني متحفية ومادية، يعني أقصد إن ممكن تلاقي فيهم كثير من أسماء الفنانين اللي موجودين يعني موجودين على الساحة الفنية الخارجية. في ممكن تلاقي في فنانين بلجيك، بريطانيين، إيطاليين، يعني ده اللي أنا شايفه. طيب الدكتور عمرو، لا يعني لما أنا بتكلم على لوحة من هذه اللوحات، لأنه اتقال بعض الأرقام بأسعار كبيرة، أسعار يعني غالية جدا. طبعا في حضرتك ممكن تلاقي على حسب البورصة العالمية في مبالغ ممكن تلاقي بداية من لوحة ممكن تقف بحوالي 700 ألف جنيه استرليني فيما فوق، يعني يتراوح على حسب اسم الفنان وبيعه في السوق العالمي، في كان مستشرق إذا كان فنان ليه وزن في من ضمن العمالة المعروضة هتلاقي حضرتك ليه قيمة فنية أو مادية. ممكن تصل لحاجة بتقول 700 ألف استرليني بعض اللوحات. معلش أحمد بيه الصوت مش واضح شوية. دكتور عمرو بقول تصل بعض اللوحات لمبلغ لو أنا هشتريها من مزاد 700 ألف استرليني. ممكن فوق كده يعني على حسب المزاد، اصل المزاد ده حركة عرض وطلب، يعني ممكن يبقى فوق او اقل يعني على حسب ما المشتري عايز يشتري العمل الفني حد ذاته، يعني ممكن يبقى اعلى من كده وممكن يبقى اقل من كده. مين اشهر، والسادة المشاهدين نقول لهم مين اشهر فنانين هذه اللوحات بالضوء، مين اللي الناس تبقى عارفه أشهر فنانين بالنسبة للقرن 19 والقرن 18 والقرن 20؟ لا مش عايزين كله، نتكلم على واحدة. يعني حضرتك في مثلا في المتاحف الموجودة عالميا بول جوجان، بلوز لوتريك، ديجا، يعني في أسماء كثيرة قوي، يعني فان جوخ، في أسماء كثيرة قوي حضرتك معروفين اللي هم بيبقى ليهم اسم مسمع. طيب وجود هذه اللوحات ايضا في هذا المكان، هل ده كان ايضا محتاج زي ما بقول كده او يحتاج موافقه، يحتاج تصريح، يحتاج ان انا عندي هذه اللوحات موجوده عندي اشتريتها موجوده عندي في البيت، ولا اي حد متاح لي يشتري حاجات من النوع ده وعنده وما فيش اي جريمه عليه؟ لا هو طالما حضرتك انا شايف من خلال المعروضات ان ده مقتني للاعمال الفنيه وليه عين كويسه ان هو جايب لوحات كويسه فنيا وذات قيمه يعني فنيه عاليه، الفكره كلها ان هو مباح يعني متاح لكل الناس ان هي تشتري لوحات وفي مزادات بتعلن يعني بيتم الاعلان عنها والناس بتروح وبتبتدي يعني تشتري عادي، ما فيش حظر على شراء الاعمال الفنيه. هل في من بعض الحاجات اللي بتعرض ظهرت الخشخاش ولا دي حاجه قريبه منها؟ لا ما فيش حاجة يعني خالص يعني تختص باللوحة اللي حضرتك ذكرتها ظهرت خشخاش خالص، هي أعمال عادية يعني أقصد إن هي فنية بس ما فيهاش اللوحة المعنية المعنية السؤال. دكتور عمرو عبد اللطيف بشكرك شكرا جزيلا.